عليا لي فان مرة ونديرو لا غير في الالمان ولا في الكان عقلية بلو مي ماجير احنا جامين نديرو لا فان صغار وكبار شعلي الميطان هاك الناس وهاك لي فان 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 الجي وان شوف الكوت هنا في بلادي يا شحاتة قود غادي ما صراوي على اختك راضي تبرو حق داير في الشادي ايو هادي وزيد هادي فوق الهرام علام بلادي لي فرسر مو كاليفي وعمرو يقدر علي قوس دروات زياني بي ماركي ماركي الهادي وكليبي مصراوي ساكت داير مي ابو تريكا يقول راني علي واحد زوج ثلاثة وي زيد ماركي زيد زيد ليبي راهم جايينكم ليلي ليفر دونجورو يلبو زيد شحاتة ساعفني غير كي الناس غادي واللي في فيد بيت بيت زيد ليبي اي سمحة داري داير شي يقدب بالريح يقدب لي فريد منصوري غزال وصيفي سويد شحاتة في بليدة ابكي مصر هاك هاك لي بيت علي 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 فر وما نروح ونديرو لاكير في الالمان ولا في الكير عقلية بلو مي ماجير احنا جامين نديرو لافان صغار وكبار شعلي الميطان هاك الناس وهاك لي فان 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 الجي وان شوف الكوت هنا في بلادي يا شحاتة قود غادي ما صراوي على اختك راضي تبرو حق داير في الشادي ايو هادي وزيد هادي فوق الهرام علام بلادي فرسر مو كاليفي وعمرو يكتب لي علي علي يا ليفر وما نروحو نديرو لاكير في الالمان ولا في الكار عقلية بلو مي ماجير قاع برا شعلي النار قرعة في طقس وفي ميجان ليكيب مصراوي حمرا مان فاكوهم وانا وان في السيد افريك سي با لابان قاعد تكمل ماريكان سعدان راهو بان لي جان يبغو في كل مكان ليكيب الجيريا سي فرمان علام بلادي هو الوان الروح والروح وين من السيد افريك وفاك لي زان ايو كومودوس ليكيب الجيريا مختار ديزادراب.com ليه الجزائريين بيكرهونا؟ سندنا ثورة المليون شهيد، احنا اللي طورنا احنا اللي بعتنا مدرسين علمناهم العرب. يعني انا ما اظنش ان المصريين يكرهوا الجزائريين بنفس قدر كراهية الجزائريين للمصريين. المواطن الجزائري لا يحب المواطن المصري. بص يا عمرو، لا ما خلينا كمان ما ندخلش، لانه في الجزائر لها وقفة تاريخية معنا في حرب اكتوبر. نفسي بكرة الجزائريين يتنكدوا ان شاء الله، ان هذا الغرور والصلف الجزائري والاستفزاز والمباهاة بالقوة والاخر مضايقاني جدا. يعني قد ما انا مصري ونفسي ان مصر تكسب، نفسي ان الجزائريين يخسروا علشان هذا القوة هم ناسيين ان احنا وصلنا كاس العالم ده على يعني من خلالهم قبل كده، وممكن نصل ايضا من خلالهم. وانت بكرة يا رب يا قادر يا كريم تعمل حاجة جامدة، او يكسبوها 1-0 بالزور، يتعادلوا يا سلام بالزور يا حلاوة الحكم. ان شاء الله قادر ربنا يكسر هذا الغرور، وابناء الفراعنة ان شاء الله يسعدوا من خلال المنتخب الجزائري، من خلاله ونقف نتفرج ونسقف. قادر كريم ليه لا؟ ليه واي نوت؟ زودتك بالبترول في اول ساعات لما الرئيس السادات مع الرئيس هوار بوميديان فحصل ده وقت الرئيس بوميديان. معلش اوكي، انا عايز اعرف النهارده ليه هذه، يعني مثلا ما عندهمش مشكله مع تونس، ما عندهمش مشكله مع المغرب، ما عندهمش مشكله مع السعوديه. عمرو انت تتكلم على المغرب العربي كل بالنسبه لك في الكوره، ما بيحبوكش في الكوره. لا الجزائر لا الجزائر بالتحديد. لا لا كلهم احنا ما اتضربناش يا ابني، ما اتضربناش الا على ايدين الجزائريين. لا لا ضربت من 3 دول في الشمال. لا ضرب 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 كان الجزائريين. لا ايه اكتر من التانيين اصحابك. ارجع لا لا اصحابك التانيين واصحابك التالتين اتضربت جامد منهم. انا عايز اعرف السر. وقادر كريم يا رب بكره بالليل، بكره بالليل زي الساعه 8 الماتش، ربك يعمل حاجه دعاء كبيره دعاء كبيره دعاء نقف مع عشان هذا الغرور. نفسي يتنكدوا شويه، نفسي يتهزوا شويه، نفسي يبقى عندهم مشكله. وبعدين طالعين يتكلموا يقول لك مصر فزت بالعافيه وبصوا ازاي. لا وقال لك احنا هنرشي احنا متفقين مع زامبيا. وهيقول لك هنفوز 5-0. رواندا بتتغلب عادي، يعني بيجي منها انها تتغلب عادي. كريم ربك بكره يا رب، ربك بكره ان شاء الله يعمل حاجه من عنده تغير الدنيا وتودينا جنوب افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله روح جنوب افريقيا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله.